بنكمل معاه كلامنا. كابتن محمد، فاكر الجول بتاع كابتن حسن شحاته اللي ما اتحسبش في الماتش؟ كان ماتش، احكي لنا القصه بتاعت الماتش ده. حضرتك كنت بتلعب طبعا. ايه بقى القصه؟ كان الماتش ده الزمالك لازم يكسب ولا يتعادل؟ ولا كان لازم يكسب؟ تقريبا كان لازم يكسب، يكسب ياخد الدوري، والاهلي يتعادل ناخد الدوري او نكسب. كان لغايه اخر ده كان اخر ماتش في الدوري ولا ايه؟ ايوه كان اخر ماتش في الدوري. اخر ماتش. وايه بقى عايزين يا جماعه نجيب الفيديو بتاع الجول ده، لو بنستعرض بقى التاريخ. لو جاب الفيديو اهو. انا نمره 12 اهوت. حضرتك فين بقى؟ اهو اهو اللي راجع بوشك ده. اهو اهو انا حضرتك اللي ناحيه الشمال. ايوه ده. انت من مكانك كده كنت شايفها ان هي مش اوف سايد صح؟ ولا انت من مكانك ما تقدرش تشوفها؟ لا يعني هي كانت سريعه، ما بس لما عدوها بعد كده باين ان هو مش اوف سايد خالص. من اغرب القرارات اللي شفتها يعني. بص، حاجه الجول ده، جول كابتن حسن، هو ده مين اللي بيلعب؟ فاروق جعفر؟ كان فاروق اي بتهيألي، كان فاروق. اي فاروق. حطها له يعني. اللاينز بس مانتك. شوف كمان الكادر مش مفتوح ازاي، تصوير طبعا، تصوير وحش قوي يعني. بس هي ما يعني مش محتاجه تصوير. بيني وبينك اول ما اللاينز مان عرف، اللاينز مان بتهيألي كان ابو، كان ياسر عبد الرؤوف بتهيألي. ايوه 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 الله بالظبط. يرحمه. يلا ايوه حاضر. صح، كان الحكم كان محمد حسام تقريبا. كان كانت مهما حسام. بس هي مش بتاعت الحكم، لا بتاع اللاين مان بتاع اللاين مان. اللي هناك ده مصطفى يونس، هو اللي مغطي. ايه بقى، قول لي يعني ذكريات حضرتك ايه عن الجول ده وعن الماتش ده عموما؟ هو طبعا يعني المنافسة دايما كانت بيننا وبين نادي الزمالك، وفعلا الدوري كان بيبقى حلو لما بتاخده من في اخر فريق ماتش. قوي، يعني بتاخده بصعوبة. ما عشان كده انا كنت بتكلم احساس معاك حلو. بره، يعني نادي الزمالك لما يقع الكرة وقعت، ما ينفعش يبقى، او الاهلي يقع الكرة وقعت، ما ينفعش نبقى نادي الزمالك ما بيلاقيش حد، مش لاقي حد قدامه وبياخد الدوري بسهولة. او العكس. دوري ملوش اي معنى. التنافس لازم يبقى، يعني كان من بدري شوية كان في تنافس بين الاهلي والزمالك، وكان في الاسماعيلي داخل، كان في ساعات الاتحاد. النهارده الاتحاد المنافسة، النهارده تاني الدوري اهو. نعم الاتحاد تاني الدوري. الاتحاد مؤقت. النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي فاضله 3 ماتشات. النادي الاهلي لو كسب ال3 ماتشات هيبقى هيعدي نادي الزمالك ب3 بنط، وهيعدي الناس دي كلها. يعني برضو احنا عاوزين حد يكسب الاهلي والزمالك، يعني عايزين حد يكسب الاهلي والزمالك. ليه 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 طموحات الفرق دي واقفه على انه يبقى في المربع الذهبي، على انه هو ما يهبطش؟ ليه ليه؟ انا برضو برجع الكلام ده كله لتغيير المدربين الكتير. يعني انت تشوف اي فرقه غيرت 3 4 مدربين شوف نتيجه شكلها ايه. يعني انا الاحسن لي ان انا استنى بالمدرب اللي هو موجود طالما اخترته واساعده واسانده، حتى لو نتائجه هتبقى وحشه لاخر الموسم، مش هيهبط بيك بالدرجه اللي انت ممكن تغير بها 3 4 مدربين في السنه. الا بقى لما يكون في كارثه، الراجل خسر اوضه اللبس، دي الراجل حاجه خلاص تانية. اللعيبه في مشاكل، لكن انما طول ما هو شغال ما تسيبه يشتغل. انا جايب ميدو يمر الفرقه، وشايفه انه بيشتغل وبيجتهد ومش مقصر، اسيبه اساعده. طب انت محتاج ايه؟ انا كمجلس اداره محتاج ايه؟ وامده بالعون. لكن اجي بقى مقصقص ريشه، وبعدين نجيب مدرب تاني على